يظن الإعلام المعادي لمصر أنه يستطيع تشويه صورة الدولة بالدعاية السلبية التي تستخدم أساليب التضليل والاجتزاء. أنا هتكلم على مصر بلدي، إن إحنا حريصين على إن إحنا نحترم مواطنينا ونحافظ عليهم، إحنا مسؤول عن أمن وسلامة 100 مليون مصري. لكن ما تفعله الإدارة المصرية على الأرض يبدد كل تلك المحاولات المغرضة. كان توفير الحياة الكريمة للشعب المصري في مقدمة أولويات القيادة، خصوصا مشكلة العشوائيات التي طالما أرقت أعدادا كبيرة من البسطاء. 50% من مساحتك يا مصر عشوائيات، وتتكلموا على العدالة الاجتماعية، ناس مرمية كده ويصوروه في التلفزيون ويقولك شايف مصر فين الحكومة، بيعايرونا بفقرنا، بس أنا مش حاسب. وفي فترة قصيرة حققت القيادة المصرية ذلك الوعد الذي قطعته على نفسها، ونجحت في معالجة العشوائيات ونقل سكانها من مناطق غير آمنة إلى أحياء حديثة توفر لهم حياة آدمية. تدي للمواطن ده اللي كان قاعد في أمر أنت ما تتخيلوش، بتديله شقة من دي بعفشها، بنحول حياتهم إلى شكل يليق بيهم وبأولادهم، والله ما حد عمل كده في العالم غيرنا. قامت الدولة أيضا بمشاريع عملاقة في مجال الإسكان الاجتماعي، بما توفره من فرص عمل في فترة إنشائها، وما تحققه من أحلام ملايين الشباب في إيجاد سكن ملائم بمدن جديدة ومتطورة، وصلت إلى 14 مدينة متكاملة الخدمات في أنحاء مصر كافة. لما حافظنا على أوطاننا مش بقى بنصلح اللي اتدمر، لا ده احنا بنبني جديد، احنا بنبني 14 مدينة فيها المساجد والكنائس وفيها كل حاجة. توفير السكن واكبته جهود كبيرة لحل مشكلة الطاقة التي كانت تؤرق المصريين وتتسبب في إبطاء التنمية. فاكتشافات الغاز الطبيعي حققت لمصر الاكتفاء الذاتي من الطاقة النظيفة، ونجحت أيضا الدولة في إحداث طفرة كبيرة في قطاع الكهرباء حتى ضاعفت إنتاجها واتجهت للتصدير. كان عندنا إنتاج 25 ألف ميجا، زودنا عليهم 28 ألف، يعني كمية اللي مصر أنتجتها خلال 60 سنة أو أكتر في خلال الخمس سنين دول اتعمل قدهم وأكتر، والكهرباء معناها تنمية. توفير الحياة الكريمة للمواطنين عبر إنجاز مشروعات ضخمة وكبتها أيضا جهود كبيرة لتسريع التنمية الاقتصادية عبر جذب الاستثمارات وتدشين المشاريع التي توفر فرص العمل للشباب، ما أدى إلى تراجع البطالة لمستويات قياسية عند حدود 7%، وتراجعت أيضا نسبة الفقر لأدنى مستوى منذ 20 عاما ووصلت إلى ما دون 30%. توفير مساكن آدمية والخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر كلها من حقوق الإنسان الأساسية، والتي حققت مصر فيها قفزات كبيرة ونجحت في توفير الحياة الكريمة للملايين من مواطنيها. لذلك كانت الإدارة المصرية تعبر عن تعجبها من أسئلة بعض وسائل الإعلام الأجنبية التي لا ترى النجاحات التي تحققها الدولة المصرية، وتعتمد معلومات مغلوطة لا تستند لأي مصدر. خلينا أسألك سؤال، أنتم متابعين الموضوع؟ Allow me to ask you a question. Are you closely following the situation in Egypt? From where do you get your information? في زياراته الخارجية كان الرئيس السيسي يسعى لتوضيح ما تقوم به الدولة المصرية والرد على الدعايات السلبية. نقدم وكأننا لا نحترم الناس، أو أن احنا ما بنحبش مجتمعاتنا، لا يليق أن تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها على أن هي نظام مستبد. نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل لشعبها. بل حتى حق الإنسان في حرية العبادة حرص الرئيس السيسي على تأكيده مع رده الحاسم بشأن رفضه للإساءة وانتهاك القيم الدينية. ارفض ما تؤمنش، ما فيش مشكلة، ده حق، لكن انك تجرح ملايين الناس في مشاعرهم الإيمانية، اتصور ان ده موضوع محتاج ان احنا نفكر فيه ونراجعه. وطوال الوقت كان الرئيس السيسي يؤكد على أن حقوق الإنسان تشمل حقه في الأمن والاستقرار والعمل ومكان الإقامة الآدمية، فحقوق الإنسان ليست مقتصرة على حق دون آخر. ما بتسألنيش ليه عن حق الإنسان في مصر في التعليم الجيد، حق العلاج الجيد، ما بتكلمنيش ليه عن حق التوظيف، عن الإسكان الجيد، انت بتتكلم على بلد فيها 100 مليون عايزين يعيشوا ويستقروا.